المجورة هو الاسم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. هذه تسمحوا لي هذه القصة لأبو عمر يستاهل. هذه القصة حدثت الظاهر قبل 150 سنة، وبشوف ظروف الجزيرة العربية وش كانت فيها الوقت هذا. هذا رجل عنده زوجة وأبناء، وسافر مثل ما تقول، راح مد للشمال وجاله عرب وقعد عندهم فترة، ما أدري بينهم بينه بيعة وشرية، ولعلهم جازوا له وجازهم، الرجل راعي حلال وخطب منهم وزوجوا وجاب زوجته الجديدة عند زوجته الأول. ازعلت وصار فيها مضايقة وصار من هذا، قال شوفي هذا بيتك وهذا بيت، بيوت شعر، هي في بيتها وانت في بيتك، واللي بيجيت ما هو بناقص عليك من شيء. يقول هو راضاها، رضت لكن على مضض، لكن أرضعت كره هذه المرأة في أبنائها، ولا كل كلامها عنها الزوجة اللي أخذت زوجها، كل كلامها عنها الزوجة اللي بتأخذ نص الحلال. رزق الله الزوجة بوليد الجديدة، وعاش الولد يوم صار عمره 10 سنوات توفيت والدته، وبالطبيعي أنه يروح مع أخوانه ولكنهم يكرهونه، كبر معهم لأنه صار عمره 18 سنة، توفي الأبو، جاء تقسيم الحلال، والأخوان أكبر منه بعشر واثنى عشر سنة وأقوى منه وأربعة ومتكاتفين، ولم مرضعتهم كرهه، فجاءوا يقسمون الحلال، قسموا الحلال ووضعوا للولد هذا أرداه، مثل ما تقول اللي فيها جرب ولا اللي فيها مرض ولا الفاطر. ويوم والله شافر الولد عنده نباهة وعنده هذا، قال يا أخواني ما يجوز الكلام هذا، أنا قسمي مثل قسمكم. قال والله هذا اللي حنا نستطيعه. حاول فيهم حاول فيهم، شاف والله الدعوة كل أبوها يعني، ترك لهم الجمل بما حمل، قال أنا لا بيكم ولا بي يا ابن الحلال، قال ويشد ويخليهم، خذ له ذلولا على قوت القاية تشيله وحط عليها قش وسافر، ضرب فيها المناطق لين وصل الشمال. يوم جاء عند هاك العرب قطين كامل فيها، قعد عندهم يومين، ثم قال يا الربع أنا بشتغل راعي من منكم يحتاج. قالوا والله احنا خابرين رجال ان يسألنا له اسبوع او اسبوعين يدور له راعي رحلة. يقول لهم جيته، قال انا عندي راعي لكن في عجوز تاركة الغنمها عندنا وتقول شف لنا راعي طيب، انا ابراقبك وانسان شغلك في الرعي زين، افترى بعطيك كروتك. قال الله يحي، يقول ويقعد، ولا والله ما شاء الله تبارك الله، قام بالحلال قومت طيبة. قال اجل خلاص هذه كروت، كل شهر بعطيك راتبك وانت في الحلال هذا. اطمئن الرجل المؤتمن على هذه الاغنام ان الراعي جيد. العجوز هذه في الحاضرة في قرية، قرية فيها بويتات، وتجي تشوف غنمها كل 3 اشهر كل 4 اشهر. يوم جت ولا الحلال متغير ولا الغنم زين، جت الراعي قالت يا فلان الغنم انا اعطيتك اياها تغير حلال، قال لي لقيت ابشر لقيت الراعي والله لو انا مو بنتي اني لاخذه في غنمي، لكن خليتها في غنم انت امنتيني. قالت وينه؟ قال الحين بيضوي. يوم جاء قبل المغرب يجي، يوم دخل عليها وسبحان الله، والمرة شافت هالوليد وشافته مع هالغنم وشافت اعجبت فيه، هي عجوز. قالت يا ولدي انت من اي العرب؟ قال انا من اهل الله، رد عليها رد ما اعطاها اسمه. يقول سبحان الله، كان المفروض ترجع لاهلها في نفس اليوم، عيت ترجع، رقدت هاك الليله مع قريبها هذا اليوم الثاني، ما غير تلاحق هالولد. يا ولدي شو اسمك انت؟ اعطاها اسم وهمي. المهم عاش معها العجوز 2 أو 3، تروح على غنمها وتجي، وكل الغنم في زود وزود، زادت له الراتب. المهم يوم جاء ذاك اليوم وينزل هو للديره هذه يبي يشتري له مثل ما تقول اغراض، ويجي البيت العجوز، العجوز لها بيت ولها. يوم جاها وتشوفه قالت انا ترك شاك جنبين، انت من انت بغريب عني؟ قال يا بنت الحلال انا من اهل الله. قالت انا داخله ان الله يقول. ويوم كثرت عليه قال انا من الفلاينه، ولد فلان بفلان الفلاني. قال يوم شهقت وقعدت تصيح، قال ايش فيك؟ قالت انت وانت فلان امك فلانه؟ قال لي قالت امك اختي. الله ها وشلون؟ قالت انا اختها الكبيره، والحلال هذا نصه ورث لامك ونصه ورث لي انا، وهي تجيب عيالها وتجيب الناس اللي حولها. قالت هذا ولد اختي فلان اللي زوجنا الرجال وراح ولا ندري شو علومه، ومن يوم شفته وانا قلبي يمه.
يوم شفته في الغنم والله ما همتني الغنم ولا همت، لكن قلبي رايح الهمل. وهالحين انا سالت سنتين كامل وانا شده ما علمني، ما علمني الا اليوم انه ولد، طلع ولد اختي وانا قلبي. المهم يقول ان الرجال قام يبتسي لين صفى راسه، والمراه قالت اشهدوا يا عيالي، العيال بخير وحلال وفي وظائف، ان الحلال نصه تراه ورث لاختي انا قائمه عليه، والنص الثاني لي كله للولد. يا بنت الحلال قالوا اي والله. يقول وتحول الحلال هذا، وعقب ما كان هو اجير صار الحلال هذا كله، ولا عنده لا عندها حرمه جنبهم، عندها بنت وتزوجه ويعيش بخير ويرزقها الله. العيال اخوانه سبحان الله طقهم الفقر، اللي مرضت واللي ماتت منها وتفرقوا، والحلال والورث ادع عليه بالوارث لانه تقسم. يقولوا اثنين منهم صارت حالتهم قشره وصاروا يشتغلون رعيان عند الناس، حتى وصلوا الى هالمكان اللي هو فيه الولد وغنمه، قالوا نبي نشتغل رعيان. قال الرجال هذا يدور، هو موجود عند خالته، يوم جاء لقى اخوانه ماسكين الغنم اثنين. يا ولد ايش جابكم؟ قالوا والحلال اللي انتم وزعتوه. قال اللي مات واللي مرض واللي حالته حال. قالوا هو يكرمهم ويعطيهم من عنده ويزيدهم، والحمد لله يعني امورهم رجعت. المقصد من القصه شوف سبحان الله، ما بغى يتنافر ويا اخوانه ولا بغى يتشاقق ولا بغى يتشاكى، ترك لهم كل شيء وبعد عن هالمشاكل هذه كلها، وترك امره لله سبحانه وتعالى، والله خير من يدير مثل هذه الامور. الامر اللي ابغى اركز عليه، المراه سبحانه وتعالى الام هذه اللي نمت في عيالها كره هذا المرأة، وكل ما لها ذنب المرأة، والولد هذا يمكن هو اللي يقوم بس ويقوم بعيالك بعد سنين. كثير من البيوت يا أخوان عندنا الرجل يتزوج زوجة، الزوجة الأولى تكره غالبا أبنائها في ما مو بصحيح، ترى المرجع عليك أنت، ترى ممكن هذا الولد هو اللي يروف بك وهو اللي بيشيلك المستشفى وهو اللي بيخدمك، ما تدرين، ويمكن تمرضين وتنكسرين من أنك كنت تتعاملين معه بسوء وانت تشوفينه هو اللي خدمت من بد عيالك. فلذلك احذروا، هذا يتيم وهذا رجل يعني ولد انت سبحان الله عطات اياه ساقه الله لك رزق تربينه ولا تقومين به، خفي الله فيه. اسال الله العلي العظيم ينفع بهالقصه، وجزاكم الله عني كل خير. امين ان شاء الله. الله يبيض وجهك ويرفع قدرك. تعليق بسيط، سم سم تصرف الولد مع اخوانه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا، ما أراد يحدث معهم شقاق ومضاربة وصياح على دنيا ترك لهم كل شيء، ولعل النية كانت صادقة يريد صفاء الأخوة وبقائها. ولهذا إذا حصل بين الأخوان أو الأقارب أو حتى الشركاء أو الجيران شيء، يا أخي كن أنت الجانب اللين واترك لله وتنازل لله، أبشر والله بكل خير. وهذه القصة دليل على هذا. أحسنت، جزاك الله خير. أبو محمد بسم الله، ايش تبون قصه ولا قصيده؟ اللي تبي كلها موجوده.